وانا في الجامعة لقيت واحد معرفوش بيسألني، وانت فعلا بتسافر بالعجلة؟ ايوة، الموضوع بدأ معايا من سنة، اما سافرت بالعجلة بتاعتي السخنة اول رحلة ليا، وفي خلال السنة دي لفيت 5000 كيلو رحلات، من شرق مصر في نويبع لغربها في الفرافرة، من شمالها في بورسعيد واسكندرية لجنوبها في الغردقة والأقصر. انت كمان تقدر تسافر بالعجلة.